طيب الآن دكتور علي، يعني في أبرز ردود الفعل حول استحداث هذه اللجنة، لجنة الحكماء أو العقلاء من قبل هيئة الحوار الوطني، جمعية العلماء المسلمين وجبهة العدالة والتنمية أعلنا رفضهما المشاركة في لجنة الحوار. كيف تقرأ هذا الرفض وما هي أسبابه برأيك؟ هو متوقع، لأنه متوقع أن ترفض بعض الأطراف، لأن هناك هذه اللجان، لجان الحوار المتتالية، هناك نوع من الأدلجة، هناك نوع من الإقصاء والأدلجة، وهذا ما لا يخدم الحراك أصلا، لأنه الحلول تكون في إطار وطني. هذه اللجان يجب أن تكون في إطار وطني، تقودها شخصيات مستقلة ولا طموح سياسي لها، وتحظى بقبول واسع في الأوساط المجتمعية، يعني شخصيات خلينا نسميها من الوزن الثقيل، لها رصيد محترم في المجتمع، سواء المجتمع السياسي او في المجتمع ككل. لكن هذه اللجان تعرف الكثير من التوظيف الايديولوجي، اقصاء طرف على طرف، اقصاء فريق على فريق، فبالتالي هذا لا يخدم الحراك، وهذا لا يخدم حتى هذا الحوار بطبعه. هذا الانتقاد، نحن ننتقد هذا الحوار ضعفه وعدم قدرته على التأثير وعلى يعني تأثير في قرارات السلطة، وهو أيضا يضعف نفسه بشكل بنيوي من خلال إقصاء ذاته، إقصاء مكوناته، ولا أدل على ذلك. هل الآن جمعية العلماء وحزب إسلامي، وهي حزب إسلامي حزب العدالة والتنمية، ينسحبان ويعلنان رفضهما لهذا؟ فبالتالي هناك أزمة على مستوى مبادرات السلطة، وهناك أزمة في وسط المتحاورين أصلا، في وسط أطياف الحوار نفسها.